الأسواق الأوروبية الرئيسية عن جلسات تداولاتها اليوم الاثنين داخل النطاق الأخضر ما عدا بورصة أثينا التي تراجعت بواقع 0.26 مئوية. الأسهم الأوروبية ارتفعت بقيادة أسهم الرعاية الصحية أثر الرد الإيجابي للغاية على عمليات الاستحواذ في هذا القطاع. بورصة لشبونة قادت الأداء الإيجابي ب1.2%، وسجل المؤشر الأوروبي نصف نقطة مئوية تقريبا، وميلانو 17 نقطة، ولندن نحو 13 نقطة، وفرانكفورت 14 نقطة المئوية. اليورو سجل ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار ليبلغ دولارا واحدا و33 سنتا. أما سعر برميل نفط برنت فسجل ارتفاعا على وقع محادثات النووي الإيراني ليبلغ 105 دولارات فاصل 92 سنتا.